يا دكتور حسن، ما أروعك، ما أروع الدنيا معك، ما أروع القلب الذي ضل الطريق ليتبعك، ما أروع الليل السقيم إذا بكى دمعا وشعرا كي يجاري مدمعك، ما أروعك، ما أروع البحر الذي ترك الهدير وموجه وأتى ليحكي كل أسرار الهوى وليسمعك متناثرا في الدين. جئت قصائدي لأعيد ترتيب الحروف وأجمعك، ما أروعك، ما أروعك، ما أروع الدنيا معك. تحية طيبة لكم جميعا، أنتم مساء. الدكتور حسين والأستاذ وسام أغرقوني بالكلمات الطيبة في الأمسية الماضية وهذا اليوم. عسى أن أكون من الشباب الفاعلين للغتي العربية التي أستحق، سواء في أوطاننا أو في المهجر. نتمنى أن نكون خير سفراء أن نمثل اللغة العربية في أمريكا وفي كل العالم. علمت إحداهن بعضاً من أوزان الشعر، فتنمرت وتمردت، فكتبت لها هذه الأبيات البسيطة إلى تلميذة. الجزء الثاني ما لم يقله القبار، أن عنده قصيدة إلى تلميذة. علمتها نظم القوافي والهوى حتى نصوغ الشعر بالدمعات، فإذا بها غدرت بكل قصائدي كانت تريد من الحياة مماتي. كانت تراود أحرفي بدلالها حتى تضيء القلب من أبياتي، حتى تنال نصيبها من شهرة ويحيطها الآلاف بالزهرات. علمتها طرق المسير إلى العلا، لكنها لم تحسن الخطوات، بغرورها تمشي بدون تأمل لتضيع في ليل القصيد العاتي. لقنتها درس الغرام بحكمة، لكنها نسيت جميع عباراتي، وتمردت وتغيرت في طبعها، لا لست أدري ما يكون الآتي. فلعلها تأتي بنار للأسى لتحرق الأشعار بالجمرات، لتبعثر الألحان في عزفي، لذا سأقول قولا واضح الكلمات. لا تحسبي صمتي لخوف متاعب، أنا شاعر متميز بصفاتي، شعري كقلبي واضح ومسالم كالبحر يهدي شطه الموجات، لكنه متوعد بعواصف، فلتحذري ولتطلبي مرضاتي، ولتندمي ولتعملي بنصائحي كي لا يضيع العمر بالعبرات. فقصائدي فيها الضياء وأحرفي نور، بها سبل الهدى لنجاتي، وإذا أتيت بليلة قمرية ترجين عفوي تهتفين حياتي، وإذا أتيت بليلة قمرية ترجين عفوي تهتفين حياتي. لا، لست أقبل خدعة إلا إذا قبلتني بالثغر والوجنات. أنت الدكتور علي، وعدتك بغزل اليوم، شوي نبعد عن الغربة. لا، لست أقبل خدعة إلا إذا قبلتني بالثغر والوجنات، وغمرتني بالحب يا تلميذتي، لنعيد درس الحب لا الآهاتي،
مستقبلي هذا لوعد صادق لنعيد ينهي سني الحزن والحسرات سأعيد ترتيب النجوم وأحرفي حتى تصيري بالهوى مولاتي حتى تصيري بالهوى مولاتي. وشكرا جزيلا لكم. شعر الأغنية.